الله متتبعين قناة عالم شهي، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم فطيرة. واش منك يا فطيرة؟ فطيرة رائعة جدا جدا، مختلفة على الفطائر. كتجي شكلا ومذاقا بحال البيتزا، ولكن المحتوى ديالها راه هو مختلف شوية ومغاير. رائعة، العجينة سحرية وقطنية، وكتجي بنينه بنينه بنينه. غادي نخدموها بواحد الحشوه حتى هي غتكون رائعه، وغنديروا فوق منها واحد الصلصه بيضاء حتى هي كتكون بنينه بزاف بزاف بزاف. كيف كتشوفوا العجينه ديالها كتجي خفيفه، غتبان لكم في الفيديو. خليكم معايا باش تكتشفوا طريقه تحضير هذه الفطيره، لانها فعلا كتستاهل انكم تشوفوها وتجربوها. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركة الله، غنبداو أول حاجة بالحشوة. غنجيب مقلاة على نار، غندير فيها القليل من زيت المائدة، وغندير فيها بصلة كبيرة، بصلة من الحجم الكبير اللي مقطعة أو مشلضة. غنشحرها على نار متوسطة، وغنزيد ليها واحد ضرس ديال الثوم مفروم، ضريس ديال الثومة محكوكة. غادي نشحرهم واحد شوية، وملي كنحس بأنه البصلة بات بدا كتدبل كنزيد اللحم المفروم. اي نوع ديال اللحم المفروم عندكم او اي نوع ديال الكفته، كديروا الكميه ما بين 250 حتى 300 غرام. انا هنا درت 300 غرام من اللحم المفروم. كنشحرهم واحد شويه، غير كنحس بها قربت طيب، قربت طيب. كنزيد عليها حبه من الطماطم من الحجم الكبير اللي منقيه مقشره ومقطعه مكعبات صغيره، وغنزيد ملعقه كبيره مملوءه من الطماطم المصبره. غنزيد دابا ربع ملعقه صغيره ابزار، نصف ملعقه صغيره سكنجبير، وملعقه صغيره من البابريكا، والملح. انا الملح ما غنكثرهاش لانه عندي الكفته ديجا جايه متبله. غادي نخلط غادي نشحر هاد الكفته مع الطماطم والطماطم المصبره، وما كنحتاج نزيد لا ما لا والو. يعني داك مطيشه كتطلق هي شويه ديال الما ديالها، وما تنشفوهاش بزاف، يعني تطيب وتخليوها يعني فيها شويه ديال لاصوص. غادي نزيد في الاخير زيت الزيتون، كتعطي مذاق رائع جدا جدا. وغنزيد الاعشاب المنسمه، هادو كيجيو واجدين، فيهم وراق الراند والازير والزعتر والحبق. اللي ما عندوش يدير الزعتر بزايد لانه كيعطي مذاق زوين بزاف. ضروري في هذه الحشوه تكون شي مذاق ديال الاعشاب المنسمه، على الاقل يكون هي الزعتر. كديروا كميه تكون لا باس بها اللي تبان. وهنا انا غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر مطحون، حيت ما بقاش عندي الزعتر ورق، كنزيد شويه ديال الزعتر مطحون مع الاعشاب المنسمه. صافي، وغير كطيب ليا ديك الكفته وهاد الحشوه هذه، كنطفي عليها النار وكنخليها تبرد. وكي قلت لكم ما تنشفوهاش بزاف، غادي تشوفوا القوام اللي بغيت. دابا غندوزو باش نصاوبوا العجين السحري ديال هاد الفطيره هادي. غنحتاج نص كيلو ديال الدقيق الابيض، نصف كاس من زيت الزيتون، غادي نزيد عليها ملعقه او عفوا ياغورت طبيعي بدون سكر، وملعقه كبيره من الخميره الفوريه، خميره ديال العجن، ملعقه صغيره ملح، وملعقه صغيره سكر، وغندير الاعشاب المنسمه او الزعتر. هادشي غنجمعو بالماء يكون دافي، ما يكونش سخون، فقط دافي. وبالنسبه للعجين غادي نبغيها تكون مرخوفه بزاف، ما غتكونش ثقيله نهائيا، وغندلكها شويه مزيان. من بعد ما كندلك العجين، كناخذ واحد السوبيره كندهنها بالزيت. هي فاش غنخمر هاد لاباط هادي، وغنوريكم دابا القوام ديال لاباط كيف داير. كتكون مطاطيه وكتكون باقي كتلصق واحد شويه في اليد، هي باش ما كانت خفيفه، باش ما كتجي هاد لاباط ملي كطيب رائعه. وكيف كتشوفوا كتجي خفيفه ومطلوقه. هذا هو القوام اللي بغيت في هاد العجينه هادي. صافي، كيف كتشوفوا العجينه خليتها خفيفه. دابا غادي نديرها في السوبيره اللي دهنتها بالزيت، وغادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونغطيها بشي فوطه ونخليها ترتاح او تخمر حتى كيضاعف الحجم ديالها تماما.
عاد غادي نخدمها. دابا غادي نوجدو الصلصه البيضاء اللي غادي نديرو فوق من هاد الفطيره. بالنسبه للمكونات ديالها غادي نحتاج اول حاجه الحليب، عندي 2 كيسان العنبه ديال الحليب، 2 كيسان عنبه ما يعادل 300 مللتر. غنحتاج ملعقه كبيره مملوءه من الزبده، معلقه كبيره عامره، وجوج معالق كبار عامرين من الدقيق، وجوج ملاعق كبار من الخل، ملعقه صغيره من الملح، عندي 4 ديال الفرماجات، وربع كاس من الزيت. هاد المكونات غادي نطحنهم في الطحان ونطلقوا باش ما نطولش الفيديو. غنمشي نطحنهم مزيان ونطلقوا. صافي هنا راني طحنتهم. بالنسبه للغيبه ليكم شي حاجه من فوق ما طحناش، هذيك راه غير الزبده ملي كنطيبوها راه كدوب. كنديروهم في كاسرونه، هذا الخليط هذا كنديروه في كاسرونه وكنخليه جانبا، ما غنطيبوش دابا لانه الا طيبناه غيبرد وكيشد في راسو، غنخليوه جانبا حتى كتخمر العجينه وكنقادو الفطيره ديالنا، عاد كندوز كنطيبو وكنديرو فوق منها. هنا لاباط او العجينه ديال الفطيره من بعد ما خمرات ضعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا طلعت مليان. دابا غادي نفرغ منها داك الهواء وغادي نقسمها على جوج، لانه هاد الكميه اللي درنا كتخرج لينا 2 ديال الفطائر. غادي نغطي الكره الاولى وغنطلق الكره الاخرى. بالنسبه لي غادي نطلقها بالفينو ماشي بالدقيق. وغادي نحاول نطلقها على شكل دائره تكون كبيره وكنديرها رقيقه. بالنسبه للباط كنديرها رقيقه بزاف. كنحاول معاها حتى كنطلقها كي قلت لكم مزيان وكتكون رقيقه. علاش كنديروها رقيقه؟ لانه على ما كنعمروها وعلى ما كنوجدوها كتكون طلعت عاود ثاني لانه فيها الخميره، فهذا علاش كنديروها رقيقه بزاف. هنا صافي هذا القوام بالنسبه ليا انا او هذا السمك هذا راه مزيان. دابا غنهزها وغنديرها فوق من الطاوه ديال الفران تكون حتى هي مرشوشه بالفينو. حطيتها في الطاوه، واخا تشوفوا الجوانب طالعين، هذوك الجوانب كلهم راه غادي نعاود نطويهم، هذا علاش درت الدائره كبيره كبر من الطاوه. غادي ناخد دابا نصف كميه ديال الحشوه اللي قدينا ديال صلصه الطماطم مع الكفته، غنحاول نسرحها على الدائره كامله. كميه ديال الحشوه كنقسمها على جوج كي قلت لكم، درت بحساب يعني هاد الكميه هذه كتخرج ليا 2 الفطائر. ودابا غادي نبداو كنجمعوا دوك الجناب فوق من ديك الحشوه هكا، حتى دوك الجناب كيجيونا عامرين كيجيو زوينين بزاف. كنطوي ليها الجوانب ديالها مزيان وغادي نحاول نضغط عليهم باش ما يطلعوش فاش تطيب. نحاول نقاد لها الشكل ديالها، كنضغط مزيان على دوك الاطراف. وهذه الفطيره الثانيه حتى هي صوبتها. ودابا مباشره غندوز بسرعه نطيب لاصوص البيضه اللي قلنا غنقادو مباشره، ما كتاخذش وقت بزاف يعني كنكون وجدنا الفطائر ديالنا. الفران راني خدمته وغادي ندوز نصاوب هاد لاصوص اللي كتاخذ ليا تقريبا 1-3 ديال الدقائق فوق البوطه وفوق النار. كنديرها على نار متوسطه وكنحرك بالفوي بدون توقف حتى كتغلى وكتختار، يعني بدون توقف حتى كتغلى وكتختار. دابا غادي نجيب الفطيره الاولانيه، غادي نجيب صفار بيضه باش غندهن ليها دوك الجوانب. درت فيه القليل، هاد صفار بيضه درت فيها القليل من قطرات من الخل باش كتحيد ليا الزفوريه ديال البيض، وغندهن ليها دوك الجوانب. كيف كتشوفوا راه غير هاد المده البسيطه اللي خليت الفطيره بدات كتنفخ، داكشي علاش قلت لكم لاباط تكون رقيقه من الاول. غادي نرش ليها دوك الجوانب بالسانوج ولا البافو مع الزنجلان، انا هنا درت البافو مع الزنجلان، وترشوا غير بالزنجلان ولا بالسانوج اللي عندكم. غادي نرش دابا واحد شويه ديال الفرماج محكوك او الجبن، اي نوع الاجبان بغيتو سواء موتزاريلا او جبن اخر.
رشة خفيفة فقط اختياري يعني ماشي بالضرورة. اللي بغى يديرها راه مزيان كتعطي مذاق زوين، اللي ما بغاش راه هذيك الصلصة البيضاء اللي دايرين فيها الكفاية مذاقها اصلا كتكون بنينة بزاف، وهي راها بحال الجبن نيت، يعني المذاق ديالها كيجي بحال الجبن وكتجي كبديل للجبن. دابا غادي نكب في الوسط ديال هاد الفطيرة هادي نصف كمية ديال هاد الصلصة البيضاء، ونصف الباقي كنديرو الفطيرة الأخرى. وغادي ندير دوائر من الفلفلة الخضراء بالنسبة لهاد الفوق ديال الفطيرة، تقدروا ديرو فيه اللي بغيتو، يعني لكم الاختيار. أنا درت دوائر من البصل مقطعين رقاق، ودرت الفلفلة خضراء، ممكن ديرو حتى الفلفلة حمراء. وغادي ندير رشة أخرى خفيفة من الفرماج أو الجبن، غير رشة خفيفة فقط. وغادي ندير الأعشاب المنسمة مرة أخرى، وهي أهم حاجة، أو لا الزعتر كيف قلنا، إلا ما كاينيش ديروا الزعتر وشوية ديال الزيتون أخضر مقطع. وآخر حاجة غندير هي زيت الزيتون. دائما زيت الزيتون فوق الفطائر وفوق البيتزا كيجي رائع بزاف بزاف. وغادي ندخلها الفران اللي شعلته من التحت ومن الفوق، وكيكون سخون مزيان. ونفس الشيء غنديرو الفطيره الثانيه، يعني نفس المراحل، وغادي ندخلها الفران اللي كنكون سخنته مزيان مسبقا، ضروري يكون سخون مزيان، وكنشعل التحت والفوق، وكنخليها حتى كتحمر من التحت ومن الفوق، عاد كنخرجها. هذه الفطيره الاولى من بعد ما طابت، كيف كتشوفوا دوك الجوانب كيتنفخوا، كنخليوها حتى كتاخذ واحد اللون ذهبي او لا حتى كتحمر. وهذه الفطيره الثانيه من بعد ما خرجتها، دائما كنتاكد بانه من التحت راه تحمرت كلها مزيان وتماما، عاد كنخرجها من الفران. كيف كتشوفوا ما شاء الله كتجي رائعه جدا جدا، دوك الجوانب كيتنفخوا، ولاباط كتبقى كتكون رطيبه قطنيه قطنيه بمعنى الكلمه. وكيف كتشوفوا كتجي شكلا ما بين الفطيره والبيتزا، كتجي الشكل ديالها غزال بزاف، والريحه اللي طالعه كون تشموها ما شاء الله، يعني ريحه تاع الاعشاب المنسمه مع زيت الزيتون وديك الحشوه اللي طيبنا من اروع ما يكون صراحه، يعني تستحق التجربه، ونتمنى انكم تجربوها. شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه بزاف بزاف، وانا قطعت وحده باش تشوفوا العجين كيف كيكون وكيف كتكون هاد الفطيره هذه. كيف شفتوا كتبقى رقيقه، كيتنفخوا لها غير الجوانب، ومن التحت راها محمره ورطبه بزاف بزاف بزاف، والبنه راه ما نهضروش عليها، البنه ديالها لذيذه اكثر من القياس. كنتمنى فعلا انكم تجربوها، غادي تنفعكم بزاف بزاف، ما كتاخذش شي وقت كتير، المقادير ديالها نوعا ما راها بسيطه ما فيهاش شي حاجه كثيره. وكتغيير يعني لو بغيتو ديروا شي حاجه مختلفه، ما عليكم غير هاد الفطيره العجيبه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، كنتمنى الى عجبتكم تخليو لي لايك وتعليق باش نعرف الراي ديالكم، ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وخليكم على خير، نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.